قيس سعيد وقت جاء نهار خلينا نوصل قيس سعيد نهار وقت جاء نهار 25 قيس سعيد عنده عامين في الحكم. اما خلينا نمشي للرسمي. انا اليوم قيس سعيد وقت اللي عمل انقلاب واحنا من نهار الاول قلنا انقلاب اعطيني اقتصاديا اجتماعيا اليوم في اللحظه هذه وانا كنت نعطي في الارقام قيس سعيد اش اعطاه للوطن في علاقه بالمديونيه؟ اش اعطاه للبطال في الخدمه؟ لا ما ثمش خدمه حتى القانون تاع 38 نحاه. اش اعطاه في غلاء المعيشه؟ يا ناس افهموا راهي الناس موتة بالشر راهي بالحق الناس موتة بالشر. اش اعطاهم قيس سعيد؟ اش اعطاه في الصحه من الكورونا؟ تكشف فيها الكورونا تو واش قاعده عامله. اش اعطاه للصحه؟ هاو كانوا الكتاب نتاع المحكمه بحناكم تو كنت اسمع فيه يتشكى. اش اعطاه للشباب المعطل العمل للشباب المهمش؟ ما اعطاه شيء. ما فيش قاعد لاهي سامحني فيش قاعد لاهي قاعد بالعكس تقول لي انت شكون قاعد يدمر يواصي يدمر في الدوله؟ لان النهضه كما قلت لك جيت بحذاك من قبل حركه مجرمه عمل انقلاب على الغنوشي وعلى شكون عمله انقلاب شو انقلاب ولكن عمل انقلاب على الغنوشي باش يمشي بينا وين؟ خير الفائده هي عمل انقلاب الفائده سامحني هو عمل انقلاب مش اليوم سامحني ناجي اش عمل هو؟ خد السلطه فصل كما حب هو فصل 80 وبعد الامر 117 نتاع 22 سبتمبر استولى به على كل السلطات وقلتها لكم هنا وقتها حتى بوكاسو بينوشي ما قالوش النيابه العموميه عنا. بعد ما كمل تذكروا العرك على الداخليه. داخليه لشكون؟ وين في الدستور القوات المسلحه؟ تو العرك على شنو؟ العرك على القضاء. قيس سعيد انا نعرف القضاء، القضاء فاسد. وفيه ألف مشكله ومشكله، لكن كيما سمعت كيما تبيتكم تقولوا مش تصلح القضاء بحل المجلس ولا بضرب 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 استراتيجيه القضاء يولي قضاء قيس سعيد. وهاو نقول لكم والمرحله الجايه وحضروا رواحكم. وانا ما ضامنين نطلع غلط لكني متاكد الحرب الجايه على السلطه الرابعه على الاعلام وبدات علمكم الاعلام العمومي ايش فيه وعلمكم الاعلام الخاص شنو هو الوضعيه اللي قاعد هو فيها. اذا سياسيا قيس سعيد ماشي نحو ارساء الاستبداد واللي شفت وقت النهار في 14 جانفي لا فرق بينه وبين تاع 9 ابريل وقت النهضه 2012 ولا الكرتوشه نتاع السليانه واللي يتنسى زاد صار في منزل بوزيان في 2012. نعم الحل ما ثمش الحل شنو 24 جويلية 25 او حاله اخرى حل اخر اللي هو وانا اقول بكل وضوح طور اخر من الشعب هذايا ينظم روحه نعرفوها صعيبه ويقوم ضد قيس سعيد من اجل اسقاط المشروع الشعبي ضد قيس سعيد اللي يجوعوا مش مزيد يجوعوا بركه مش يجوعوا وباش يضروا بالاستبداد وباش يضروا في السياده الوطنيه فهمتي منها نتاعو السياده الوطنيه سي ناجي النهارين اكل الحديث بين وبين ماكرون خي برزوقي مش حكموا عليه 4 سنين على خاطر يحكي على تونس برا تو يحرم في ماكرون على التوانسه هو راهم بيوعه وراو بيهم وراو عليهم وماكرون سامحني وماكرون شو يقول له سامحني دقيقه وماكرون شو يقول له وماكرون يقول له اش كاتبين في البرقيه حث شجع خي ماكرون عنده شويه مشاكل في فرنسا توا في الانتخابات شبيه ما حكيش على مشاكل فرنسا اذا اش حبيت نقول طريق اخر مستقل معاك توا لا شعبوي قيس سعيد ولا الرجوع الى ما قبل 25 نهضه ولا الرجوع لبن علي خط اخر مستقل فعلا وطني اجتماعي ديمقراطي شعبي